مطار الرباط سلا في صبغة وحلة جديدة. جميع أجزاء ومرافق المحطة الجوية القديمة عرفت إعادة التهيئة مع توسيع في المساحة المبنية لتصل مساحة المحطة الجوية الجديدة إلى 16,000 متر مربع، وهي التي لم تكن تتجاوز 4,000 متر مربع. الطاقة الاستيعابية يعني مرت الآن المليون ونصف مسافر في السنة. في الوقت اللي الآن يعني المطار ديال الرباط كيدير تقريبا 380 ألف مسافر سنويا، فيعني الطاقة الاستيعابية تقريبا يعني ضربناها في 3 مرات. فهذا كيعني اننا احنا كمكتب وطني للمطارات وكاداره عامه للمكتب الوطني للمطارات وجدت واحد المنشاه اللي انها كتقول شركات الطيران انها مرحبا بها، اليوم يمكن لها تجي وحنا كنضمنوا الراحه ديالها والراحه ديال المسافرين. بهذا الشكل الجديد الذي يستجيب للمعايير الدوليه في مجالات السلامه والامن وجوده الخدمات، سيصبح بإمكان الشركات العالمية للنقل الجوي برمجة رحلات جديدة بهذا المطار الذي ظل النشاط به لا يتجاوز في أحسن الأحوال 6 رحلات في اليوم. هذا المطار الجديد راه كيتوفر بجميع الخدمات يعني اللازمة باش يسهل الامور لا سيما المسافرين، ولكن حتى الشركات النقل الجوي اللي كيوجدوا هنا الان في الرباط يعني جميع المصاريح وجميع الخدمات ديال شي مطار الدولي. هو دافع جديد باش نحسنوا الخدمات ديالنا هنا في الرباط، ومثلا العدد ديال الرحلات هنا في العاصمه. بإعادة تهيئة وعصرنة مطار الرباط سلا يكون أحد أقدم مطارات المغرب، قد انضم إلى لائحة المطارات الوطنية التي تتوفر على إمكانيات مواكبة التطور الذي يعرفه النقل الجوي والاستجابة لحاجيات المسافرين وشركات النقل.